السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ فتحت بيتي في زاوية، فالزاوية على الفجر بتفتح بس في رمضان عشان أنا ساكن في سوق وكده، فهم بيبقوا فاتحين لغاية الفجر. يعني غالب الظن إن هم ما عندهمش حد تجويد كويس، وأنا بروح أصلي هناك أحيانا بصلي في الجامع التاني أحيانا بصلي. يعني أنت تريد تترك الصلاة في المسجد من أجل عدم جودة التجويد؟ لا العكس، يعني أنا قصدي على إثم لو ما رحتش الزاوية عشان ما فيش حد عندهم تجويد. يعني هتصلي منفرد ولا إيه؟ لا في المسجد، المسجد ده أنا بحب أروح أصلي فيه. لا ما في مشكلة إن شاء الله.